معنا للسبب الرئيسي للجلطات القلبية والسكتات الدماغية، لعبة اختبار الذكاء. وبهذه المرة ما راح استعمل علكة، لا لا لا. وزي ما تعرفوا وصلنا للمرحلة 100، فهذه المرة جايب سلاحي السري واللي هي القهوة، فاضغطوا لنا زر اللايك وخلونا ننطلق. في اخر جزء وصلنا لهذه المرحلة واللي يقول لي ما هي التكلفة الاجمالية، وكالعادة متابعيني كتبوا لي الحل بالتعليقات زي ما طلبت منهم. يا اخي والله انكم ورود، شكرا لكم. وكان الحل لهذه المرحلة هو الرقم 12. ارسل يا حبيبي. اكيد صح، اكيد صح، متابعيني ما يخطئون. سوف تكون امين صندوق عظيم. الله، لكن هذه مو الي، للمتابعين. التالي. مرحبا شباب. اقبض عليه قبل ان تعاني امي من نوبة قلبية. يا فيران يا زلمة، حتى للعبة هذه جت الفيران. قل لي ايش تكره بالحياة اني اشوفها. يلا خلينا نمسكه. تعال. وين طلع من هون؟ تعال تعال يا اخي. هاي كل ما امسكه من مكان يروح من مكان ثاني. ايش لعبة السالفة؟ خلاص اوقف يا مقرف يا ازعاج. تعرفون يا جماعة، لي ساعة اكبس واحاول اني امسك هذا الفار والاحقه، وما انتبهت انه في اقفال هنا لازم اني اقفل بوابات هذه الباب عشان ما يهرب منها. قفل يا حبيبي القفل الثاني، قفل القفل هذا ما يتقفل. لازم اضغط عليه هيك. نو 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 يا زلمة. يا الله، بدها سرعة وقوة ملاحظة. يس يا سلام. يا اخي فنان، لكن تأخرت شوية. وين طاقة القهوة هذه؟ توم العشاء جاهز يا حبيبي. لا 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 لا، حيجيبوا لي قطو. سلام عليكم. ادعوك يا ربي انه ما يكون بالمرحلة التالية. غمض عيوني. يس. اي الحمد لله انا موجود. المعلم يريد مستطيل. اجيب لك مستطيل. شو هاي الاشكال؟ في عندنا نجمة شكل بيضوي زي راس بعض الناس، وخماسي في هذا الشكل اللي ما له اسم وما له معنى اساسا. وفي عندنا المشرط هنا والمقص هذا نقدر نستخدمه. ما يتحرك من مكانه. والله الاشكال هذه تتحرك. يس. نقص فيها مثلا، نجيب على المقص. ما ضبطت. لحظه يا جماعه، هو بده مستطيل. ولا شكل من هذه الاشكال اللي قاعد اخذها يشبه المستطيل غير هذا يا الغالي. والله قص. بس لحظه، ايه هذا مربع. حلت المعادلة. والله نصب احتياج. الآن سننجح بالفصل بالتأكيد، ننجح بعلامة أقل من تامة. التالي، ساعد السيارة عبور النهر. أوكي. طيب هذه السيارة بدنا نحركها عشان تعبر النهر، خلينا نجرب. أي السيارة وقعت بالماء يا جماعة، صعبة. الله يعينه. أعتقد إنه ما في غير الشجرة يا جماعة، تعرفوا هذه الجسور اللي من خشب مصنوعة، فممكن إنه نصنع جسر عن طريق الشجرة. فبسم الله خلينا نحاول نقصها. وهذا الشيء يا شباب، طلعنا غيمة من ورا الشجرة. هل ممكن تفيدنا لو حطيناها بالبحر مثلا، نسوي عملية المد والجزر، مدري التركيب الضوئي وكذا، نركب فوق السحاب. هذا يمكن أغبى تفكير تشوفوه بحياتكم، لكن يا جماعة لازم إنكم تتواكبوا مع اللعبة، يعني تسووا أشياء غبية عادي. فالغيم أنا أعتقد إنه ما يركب إلا مع الشمس، هذه الطبيعة. يس. بسم الله. كيف كذا؟ تحول البحر لجليد، غابت الشمس فالجو بارد وصار ثلج وكذا. يلا خلينا نمشي السيارة. والله ضبطت. ليتس جو، عبرنا النهر إيزي. كيف حركت الغيوم؟ بواسطة الذكاء. نو 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 نو. أطعمهم واحدة لكل واحد من فضلك. yes. إيزي، هذه لعبتي يا حبيبي. أنا أصلا عندي أسماك وأطعميهم كل يوم، فخلينا نمسك هذا الأكل حق السمك ونعطي هذه السمكة. يا سلام، نزل لنا أكل ثاني. حلو حلو، يلا نعطي السمكة اللي بعدها. هاي السمكة الأولى أكلت اثنين. هذه السمكة دبة ما تشبع يا شباب، لازم نطعم السمكة الثانية. yes. والله لحقت. طيب حاليا الأصعب إن نطعم السمكة الثالثة. تعالي تعالي كلي السمكة الأخيرة، السمكة الأخيرة. نايس يا أخي، أنا أفضل مطعم أسماك بالعالم. عمل جيد، شكرا لك حبيبي. والله هذا في أجر لنا ولكم إن شاء الله. التالي، لا يمكنني بدء الفيديو. إيزي، ممكن نكبس على زر السبيس. بس طيب اي زر ثاني من هذه الازرار ممكن يكون معير الازرار؟ no! هنا على التاتش باد مثلا، او على الشاشه ممكن تكون شاشه لمس. no, كيف يشتغل على الفيديو؟ كلمه بدء، كلمه الفيديو. والله يا شباب شوفوا، ترى ضغطت بكل مكان ومو راضي يشتغل، لدرجه اني ضغطت بمعدتي. فكرت الزر موجود هنا، خلينا نطلب تلميح ويعين الله. ارى زر التشغيل في الاسفل. ليكون هذه القوائم يا شباب. لا يا شيخ. يا حبيبي اشتغل الفيديو. يس. اشتغل. كيف ما خطرت لي هذه يا اخي؟ والله حليت مراحل كثير بهذا الشكل من قبل. حان وقت الاستمتاع بالعرض، حان وقت شرب برميل القهوة.
لأنه خلاص بطلت تنفع معي. خلينا نشوف المرحلة. تقول لك قهوته أصبحت باردة. والله حتى قهوتي يعني نفس الشيء. عندنا مصباح وعندنا إيش هذه، مراية ولا لو أخذنا القهوة منه؟ والله ما نقدر نطلعها. مسكها بكل قوة. المصباح نقدر نشغله؟ والله هذه المرآة نقدر نحركها. حلو، حركنا الثانية بهذا الشكل مثلا نقدر نشغل المصباح الآن. لا، يمكن لازم أحرك العدسات بالشكل الثاني مثلا كذا. ولا كذا. هاي، والله ضبطت. نايس، سوينا القهوة ساخنة. واو، ما أذكاني يا أخي، أنا ذكي، أنا ذكي. هذه مفعول القهوة يا شباب. قهوة الصباح الساخنة. والله شكلي أنا بروح أسخن قهوتي كمان. يلا شوي برجع لك. يلا التالي. بعد ما رجعنا يقول لك اعثر على اطار لهذه الاشكال الملونة. سهلة وواضحة جدا. المربع بالمربع، المثلث بالمثلث، لكن هذا المثلث بغير شكل. طيب لهذا المثلث مثلا ما يتحرك. نهز الشاشة عشان يتحرك المثلث. ما يضبط يا شباب. اوكي نقلب شاشة الجوال ايزي. والله ما ضبط. كلمة اعثر اطار الاشكال الملونة ولا واحدة منهم تضبط. طيب نجيب الاشكال هنا. لحظة يا جماعة، كأنه لو حطيناهم مثلا كلهم باطار واحد هل ممكن تضبط معانا؟ يس. اي والله ضبطت. اطار واحد يكفي للجميع. وانت يا صاحب اللعبة بس لو اني امسكك لا اخليك تنجلد من الجميع. التالي. صحح هذا. 9+3=5. اي كيف كذا 9+3=12؟ احنا سابقا استعنا برقم المرحله يا جماعه باحد ما في. طيب بلكي يكون في عودان هاي، هذه العيدان تتحرك من اماكنها. طيب لو غيرنا هذه المعادله لناقص حتصير 9+3 تساوي 6، هو بالواقع مو 5. طيب لو سدينا هذه الفتحه اللي حتكون هنا تصير 6 صح. 9+3=6. احسنت حبيبي، والله شكرا. اول مره احب صاحب اللعبه. التالي. انقر على الثمار بترتيب معين. كيف هذا الترتيب؟ ممكن تشرح لي لو سمحت؟ طيب اسويها على ترتيب حبي للفواكه يا شباب. بالبدايه نبدا مع العنب، هو اكثر شيء احبه. بعدين الكرز، بعدين الموز، بعدين التفاح. ارسل. لحظة، في شيء انتبهت عليه فجأة يا جماعة. اوكي. شوفوا لي عندنا تفاحة واحدة. وحبتين من الكرز، وثلاثة موز. يس. ومجموعة كبيرة من العنب. هل هذا الترتيب اللي يقصده؟ نبدأ بالتفاح، 2 كرز هو رقم 2. اوكي. رقم 3 الموز، ورقم 4 العنب، وأرسل. أوه. والله صح، يا سلام على الذكاء. أخي أنا من زمان لازم أجيب قهوة يا أخي. تكون رياضيات جميلة. لا مش جميلة، لا مش جميلة، اكيد ما حد يحب الرياضيات. وقت عيد الميلاد لكن كم عمر؟ رجعنا للرياضيات. يا الهي، اعياد الميلاد يحطوا عدد الشموع على عدد عمر الشخص. 1، 2، 3، 8 شموع. ارسل. ليه غلط يا زلمة؟ ممكن يكون في شموع مخبأة يا شباب وراء هذه هنا. هاي الشموع نزلت لتحت. وات ذا هيل، ايش في عنده هنا؟ لحظة كشفنا أم المسألة. تخدع غيري مو أنا. 4-5، هذه هي الشموع المركبة على قالب الجاتو. ونرسل. أكيد صح، الشموع السحرية. حبيبي هذه الشموع الكذبية مو السحرية. التالي. ساعد الفأر في الحصول على الجبنة. وفي عندنا متاهة. يا سلام، المتاهات لعبتي يا جماعة. المتاهات هي ملعبي. ليتس جو. يلا جيب. حرك حرك، اطلع من هنا، اطلع يمين فوق. هذه المرة ما حتنصب علي. اطلع الفار من برا المتاهة. يلا حبيبي. ما يتحرك الفار. الو، وانا اللي مسوي ذكي وقافطها. والله يا جماعة شكل هذه المرة المتاهة حقيقية. طيب خلينا نحسب طريق الفار. لو جاء من هذه الجهة حيمسك القط، وبعدين لفينا يمين ولازم ننزل تحت لانه لو كملنا حيمسكنا القط. يلا الان خلينا نشيل هذه الحواجز البيض اللي هنا. ايزي، حاليا لازم نضغط على زر انطلق عشان نحرك الفار. روح شيل 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 يا طويل العمر شيل. لماذا نساعد هذا الفار؟ والله يا جماعه احس انه بهذلني صاحب اللعبه، دمر حياتي. تالي هذه المره قدر لي. ما الذي يجب وضعه بدلا من علامه الاستفهام؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. اكيد 6، وين رقم 6؟ جيبه. دي كلها حروف. ايش هذا مسوي ذكي انا؟ والله يا جماعه الاحرف كثيره وماني حاب اني اجربها واحد واحد عشان حتاخذ وقت، فخلينا نطلب تلميح على السريع. هل سبق لك ان قدت سياره بناقل يدوي؟ ليكون
اللي ببالي يا شباب، واللي هي الجير حق السيارة، وبالفعل تشبه هذا الشكل. نحط أول وثاني وثالث ورابع وخامس، بعدين أناري عشان نرجع لورا، واللي هي حرف الآر. أكيد صح. حلاوة الأيام القديمة. أي أيام قديمة؟ أنا لسه ما وصلت لها، لسه سيارة ما صار عندي. ايش اللي شايفني قاعد اسوق فيراري التالي؟ اي سيارة هي الابطا يا حبيبي؟ مبينة هذه. هاي ايش يقول لي غلط؟ هذه ابطا وحدة مبينة. ولا هذه طفرة؟ طيب ولا واحدة منهم بطيئة. ايش فيه؟ والله اللي حس مخي يا جماعة، ولا سيارة منهم بطيئة. سليكين رجع لزناخته القديمة، اللي هي انه يحط الاجابة بالسؤال على السيارة. سيارة! هذه الطريقة للخداع لا تبطل ابدا. انه حيستمر بالزناخة علي والله بكل مرحلة. لأجرب السؤال بالبداية التالي، كيف تعمل هذه المعادلة؟ من كلمة معادلة او تعمل او ما في 7 زائد 6 يساوي 13 زائد 5 يساوي 18. ممكن اننا ناخذ من رقم المرحلة زي ما سوينا سابقا؟ نو اي والله رقم المرحلة ما يتحرك ابدا. طيب ممكن نحرك الارقام هذه، رقم 5 هاي، وهنا صارت عندنا المعادلة صحيحة، 5 يساوي 5. اوكي طيب انحلت المرحلة، انا حليتها ولازم اسوي يا حبيبي. طيب شيلهم، شيل روحي والله شيلكم راحوا بعيد. ليتس جو. اتساءل عما يحدث لاولئك الذين تقذفهم خارج الشاشه. انا سابقا وديت لمبه برا الشاشه، والان وديت ارقام معادله، شكلهم حيطلعوا لنا اياها. لازم تضل ببالي وذكروني فيها يا شباب. نحن بحاجه الى 5 ممثلين لفيلمنا من نتجاهل. عندنا 6 اشخاص هنا، ولازم ان نطرد واحد. خلينا نحاول نحلل بشكل بسيط. عندنا في هذا استاذ مثلا، وعندنا استاذ ثاني، نطرد واحد منهم. يعني استاذين بنفس الفيلم ما يضبط. انقلع اتحرك، روح من هنا. ما يتحرك يا شباب ولا واحد فيهم، معناها هذول الاشخاص حيظلوا بالفيلم صحيحين. هذا الولد اللي سابقا طلع معانا اصلع ايام البيض والله ولا يتحرك. لكن في عندنا هنا شخصين بنفس تسريحة الشعر. اطلع يا حبيبي، اطلع اطلع برا، اطلع اطلع. نطلع هذا الشخص، ممكن هو يكون. ايش ذا؟ ايش ذا؟ طلع معانا ابصلعة. اخرج من هنا. طردوه طردي يا شباب، تالي قبل ما يطردوني انا. والله في كمية تنمر على الصلعان بهذه اللعبة مو طبيعية. هذا ثاني اصلع يطلع لنا. ساعد الطفل على اليمين على الفوز في معركة كرات الثلج. سهلة يا جماعة، كل اللي علي اني اجيب كرة الثلج اجمعها جنبه عشان يفوز. اقذف اقذف فوز بسرعة. اي لازم يربح حاليا، هذا ما عنده الا كرة واحدة، اللي على اليسار واللي على اليمين عنده كمية كرات كبيرة. مو زي ايام الملاكمة مثلا، نكبر الكرة اديله. يلا يلا ارميها. هي 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 هي، المفروض انه يضربوا فيها وتصير الكره مكان راسه. هذا سيكون مؤلما بالتحديد. والله الله يعينه هذا اللي على اليسار يا جماعه. انزل الجلد. التالي التالي. ساعدني، انا لا اعرف اين اتجه. استدر لليمين. صح مكتوبه كذا. تخيل انها جدا بسيطه، بس ان نقلب الشاشه. ايزي ايزي يا عزيزي. قول لي شكرا، كنت على وشك تفويت المخرج. عفوا حبيبي والله، كل يوم تعال اطلب مساعده مني وما عندي مشكله بساعدك، لكن بليز اطلع لي مراحل تافهه زي وجهك. اي واحد هو الاطول؟ شوفوا التفاعل. عندنا زمامير هنا، ممكن ان نقدر نستعملها ونجيبها لهذا الولد يستعملها، ولا نجيب راسه مثلا نقدر. والله نقدر نحركه. انفخ هذه. اللي بعدها اللي بعدها، هذه لازم تكون اطول واحده. لا والله لا اقصر. طيب انحلت المرحله الان. معليش ما انحلت، لازم اني احدد ايش هي الاطول. هذه اللي بالنص. يا لها من ضوضاء مزعجه. والله شوفوا يا جماعه، انا يمكن بحياتي كلها ما حاواجه شيء مزعج اكثر من هذه اللعبه التافهه. التالي. من اين اتى عسل النحل؟ من البرازيل، فرنسا، مدغشقر، الولايات المتحده، المريخ. جميع مما سبق. واضح يا حبيبي، من المتابعين انتوا العسل. والله اسف يا شباب. اكيد كل دول العالم عندهم عسل، لكن من المريخ. تخيل ان لو اخترت اي دولة حيكون صحيح. قولي غلط. جميع ما سبق. طيب المريخ يعني ولا حتى. كأنه رجعنا للزناخة يا جماعة. كلمة النحل من السؤال. يا الله. بالطبع العسل يأتي من النحل. وبالطبع صاحب اللعبة يأتي من التالي. نحن نريد 10 دولار. بسيطة يا جماعة. اكيد زناخة جديدة. فبس ضغطة واحدة على 10 دولار. نصب علي من جديد. طيب بالصورة في عندنا هذا الولد الوسيم اللي معاه كاميرا، وفي عندنا دولارات هنا تحت بالارض. 1 2 3 7 دولارات.
كأني أشوف محفظة هنا يا شباب. اسرقوا أبوه اسرقوا. هاي المفروض انها تفتح يا شباب. خلاص كذا انحلت المرحلة. يس لازم اضغط ضغطة ثانية عشان تنحل المرحلة ويطلع منها $3. هل انت سارق؟ الحمد لله ما مسكت. التالي اذا كان طهي دجاجة واحدة يستغرق 5 دقائق فكم من الوقت نستغرق لطهي 5 دجاجات؟ مسألة جديدة رياضيات. يا سلامة خلاص والله عفنت من كثر ما حليت مسائل. جماعة هذه عليكم، انا خلاص تعبت حليت كثير لحالي. نراكم بالجزء القادم، واكتبوا لي حل هذه المسألة بالتعليقات. لا تنسوا الاشتراك وتفعيلكم زر الجرس على كل الاشعارات، ويلا بيس اوت ايفري ون. روح اسوي لي برميل قهوة جديد، برميل من القهوة لازم.